يقول السائل: السلام عليكم حفظكم الله، اشرح لنا الفرق بين الجن والشيطان وإبليس وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا يضرك إن جهلت هذا؟ ماذا يضرك إن جهلت هذا؟ وماذا ينفعك في دينك وعملك إن علمت هذا؟ من الأصول في العلم عند السلف يا إخوة أن الإنسان يسأل عما ينفع ولا يسأل عن فضول العلم التي لا تثمر إيمانا ولا عملا. ولذلك ذكر أن الإمام مالك رحمه الله كان عنده رجل فسأله فلم يجبه، وسأله غيره فأجاب، ثم سأله الرجل فلم يجبه، قال: يا أبا عبد الله لما لا تجيبني؟ يعني لماذا تجيب الناس وتتركني تحتقرني؟ قال: لو سألت عما ينفعك لأجبتك، لو سألت عما ينفعك لأجبتك، وأنا عندي جواب للسؤال، لكن أرى أنه من باب الأدب والتأديب أترك الجواب عن هذا السؤال لأعلم الأخ ومن يسمع أن نسأل عما ينفع. يا أخي أنا قادم من المدينة، أدرس في الجامعة وأدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئتك هنا، اسألني عما ينفعك. لماذا تسأل عما لا يزيدك إيمانا وما وإن جهلته لا يضرك في إيمانك ولا عملك؟ فهذا أمر ينبغي أن نتأدب به، لأنه من آداب السلف الصالح رضوان الله عليهم والله أعلم.